أريد أختم الكلام على هذا الأثر بفائدة حقيقة مهمة. الآن في مسألة مهمة تتعلق بالصلاة، وهي أن المحافظة عليها في بيوت الله كل يوم 5 مرات هذا راجع إلى قوة القلب في تعظيم الصلاة، قوة القلب في التعظيم للصلاة، فالقلب فيه قوة، ولهذا يكون البدن ضعيف وينادى للصلاة فيقوم هذا البدن الضعيف، وتجد الرجل المسن يبحث عن عصاه وينهض بقوة ويتكي على العصا، والخطوات التي إلى المسجد تحتاج منها إلى وقت حتى يصل إلى المسجد لأن بنية ضعيفة، لكن قلبه قوي. بالمقابل تجد شاب جسمه قوي جدا ولا يشتكي من شيء، لكن لضعف قلبه ينادى للصلاة ويبقى في بيته أو في متجره أو في عمله أو في لهوه ولعبه، ينادى للصلاة وجسمه قوي لكن ماذا؟ قلبه ضعيف. اسمعوا ماذا يقول أحد السلف في موضوعنا هذا في أثر جميل رواه البيهقي في شعب الإيمان عن شميط ابن عجلان رحمه الله، قال: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن، إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه، إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه. القوة التي تتعلق بالعبادة وأداء العبادة هذه قوة جعلها الله في قلب المؤمن ولم يجعلها في أعضائه. ألا ترون الشيخ، يعني المسن الرجل الكبير، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب يعجز عن ذلك؟ الشباب يعجز عن ذلك، هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه. نعم.